يجدد أبناء محافظة صلاح الدين عزاءهم لذوي ضحايا مجزرة سبايكر الذين استشهدوا إثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية، ويدعو مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين الحكومة العراقية إلى تقديم المتورطين الحقيقيين بالجريمة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وإذ يؤكد المجلس أن العشائر في صلاح الدين ومدينة تكريت بريئة من الجريمة النكراء، بينما يحتفظ أبناء مدن صلاح الدين بقيم عالية وقصص واقعية أعطت من خلالها أعلى درجات الوفاء الأخلاقي من خلال حماية الجنود العراقيين الناجين. وإن الإرهاب تنظيم عالمي لا ينتمي إلى مدينة معينة أو عشيرة معينة. ويرى مجلس الشيوخ أن قطع الطريق ومعاقبة أهالي محافظة صلاح الدين على جريمة أريد لها أن تكون على أرض تكريت من أجل إعادة الأوضاع للمربع الأول ليس له مبرر،